لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا. أما بعد، اليوم بإذن الله على موعد مع الدرس الثاني من دروس الأسدس الثاني للسنة الثالثة إعدادي ضمن مدخل الاقتداء، وهو تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسي قيم السلم والتعايش وثيقة المدينة. وسنفتتح هذا الدرس بحول الله من خلال الوقوف على خصائص مجتمع المدينة المنورة قبل إرساء الوثيقة. كانت المدينة عشية وصول النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مزيج إنساني متنوع من حيث العقيدة والدين ومن حيث الانتماء القبلي، فقد كان فيهم الأنصار وهم قبيلتي الأوس والخزرج، وفيهم المشركون وهم ما بقي من قبيلتي الأوس والخزرج الذين كانوا يعبدون الأوتاد، وفيهم اليهود وهم ثلاث فئات: بنو قينقاع وبنو المصطلق وبنو النضير، فضلا عن الفئة التي التحقت بالمدينة وهي فئة المهاجرين، وهم من هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة. وقد عرفت يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حروبا طاحنة بين هذه التنوعات وبين هذه الفئات البشرية، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين التحق بالمدينة المنورة كان ذكيا، فقد قام بإرساء وثيقة أو بوضع دستور ينظم العلاقات بين هذه الفئات، وهو ما يسمى بوثيقة المدينة. إذن فما هي حقيقة وثيقة المدينة؟ وثيقة المدينة هي عبارة عن كتاب أو عبارة عن صحيفة أو وثيقة كانت تهدف إلى ماذا؟ إلى تنظيم الحياة، إلى تنظيم الحياة الاجتماعية بين هذه الفئات الثلاث، بين المهاجرين والأنصار واليهود، على أساس أو على مبدأ أساسي وهو رعاية الحقوق والواجبات بينهم. إذن فهذه الوثيقة هي دستور أساسي قام بتنظيم الحياة بين المزيج البشري الذي كان في المدينة المنورة. بنود وثيقة المدينة: من أهم بنود وثيقة المدينة ما يلي: أولا، عدم الإكراه في الدين، لقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فالإسلام لا يكره أحدا على دخوله، كل إنسان يتدين بأي دين شاء. ثانيا، حفظ حرمة الدماء، لقد جاء الإسلام من أجل حفظ الدماء وحرم سفكها، لقوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإهراق الدماء محرم شرعا ويعد من أكبر الكبائر. وحفظ أيضا الأموال، لقد حث الإسلام على حفظ الأموال من الغش والنهب والتحايل والسرقة وغيرها. ثم حفظ الأعراض، فهي أغلى ما يملكه الإنسان، ويعد حفظ الدماء وحفظ الأموال والأعراض من مقاصد الشريعة الإسلامية أو ما يسمى بالضرورات الخمس أو الكليات الخمس. ثالثا، إقامة العدل والقسط في الحكم بين جميع الطوائف، أي تطبيق الأحكام والقوانين بشكل عادل ومتساوي على جميع الطوائف، مسلمة كانت أو غير مسلمة. خامسا، التناصر والتناصح والبر دون الإثم، أي المؤازرة والنصرة وتبادل النصيحة، فالدين النصيحة. فعن أبي رقية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين
وعامتهم، وكذا التعاون على أعمال البر. سادساً، ترك الجدال العقيم وحصره في التي هي أحسن، أي الجدال، أي ترك الجدال الذي لا طائل منه ولا فائدة ترجى منه، وحصره في التي هي أحسن، لقوله تعالى: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. سابعاً، التعاون في حماية الوطن حال الحرب، أي جمع الجهود لمحاربة العدو الخارجي والحفاظ على وحدة الوطن وكيانه. بعض تجليات إرثاء قيم السلم والتعايش من خلال وثيقة المدينة. للوثيقة أثر بليغ وعظيم في جمع شتات مجتمع يثرب وإحلال السلم والأمان بين التنوعات البشرية، ويتمثل هذا الأثر البليغ فيما يلي: أولاً، تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين عامة الناس مسلمين كانوا أو غير مسلمين. ثانياً، العمل على حفظ كرامة وعزة جميع الفئات. ثالثاً، ترسيخ مبدأ حرية المعتقد والتعايش السلمي بين الأديان. رابعاً، المعاملة بالحسنى والتحلي بمكارم وفضائل الأخلاق. خامساً، التعاون على مختلف أعمال البر التي تعود على الجماعة بالنفع. سادساً، التناصر وتبادل النصح، أي النصرة وتبادل النصيحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. دمتم في رعاية الله، أستودعكم الله.